طيب عايزين نتكلم عن اجواء هذه البطوله مع لواء احمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والافريقي لهذه اللعبه، لعبه الترايثلون. هو معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير عليك يا فندم. اهلا بيك محمد، ازيك؟ وازيك يا بسنت؟ الموضوع الحقيقه موضوع جميل وشيق جدا، وانا سامع كلام جميل على التسويق. تفضل. طيب احنا عايزين نتكلم عن اقامه بطوله الترايثلون في مهرجان العالمين. طبعا انا اسمحوا لي بس الاول سريعا كده اقول ان مهرجان العالمين زي ما كل ما الدنيا شافته على مدى شهر ونص ب 12 نشاط ترفيهي وعدد من الايفنتات او الاحداث المختلفه، الاحداث دي عباره عن اسمها الاحداث الانسنتيف او الاحداث المفروض بتدي او احداث الحوافز اللي بتبقى في كل نوع من الانواع، لكن وممكن كل العالم يعمله، لكن الحرفيه هنا في المحتوى اللي تم تقديمه، لان الحاجتين اللي تم اختيارهم اساسي هي الرياضه والفن هم القوى الناعمه. القوى الناعمه التي تجذب الناس كلها علشان تقدر انها توصل. فلو اتكلمنا على الترايثلون، تراي يعني ثلاثه وثلون يعني رياضه، يعني رياضه الثلاثي. عشان كده يمكن بسانت قالت السباحه والرمايه وركوب الخيل. السباحه والرماية وركوب الخيل طبعا ده حديث، علموا اولادكم السباحه والرماية. عشان كده اختلطت حكايه الثلاثي، وفي الحقيقه مجموعه من الثلاثيات اللي بتقام على مستوى رياضات مختلفه. انما رياضه التراثلون اللي اقيمت هي احد الانواع فعلا الجاذبه اللي بيعملها الاتحاد الدولي، وانا باشرف ان انا عضو مجلس اداره الاتحاد الدولي ايضا، ودي بتتعمل على مستوى العالم. ولكن النهارده الحرفيه مش في ان انت تعمل الايفنت او الحدث، الحرفيه في كيفيه تقديمه. لو كنا عملناه بالابطال ده احد انواع سياحه الحوافز، دي اللي احنا هنعمله ان شاء الله في اكتوبر القادم في سهل حشيش، لان دي بطوله تاهيليه برعايه وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي. عظيم. والحقيقه انا بحيي بعد اذنك اللي قاموا على هذا المهرجان بالفكر الرائع اللي تم تقديمه فيه، بالتنوع اللي تم فيه، سواء كان بتقديم سياحه داخليه او خارجيه لتقديم المكان اللي هو incentive presentation او تقديم المكان بشكل غير تقليدي وشكل حوافزي. فالنهارده لما اجي اشوف التراثلون اشوف مين اللي اشترك النهارده مراحل عمريه، ودي احد البطولات اللي بيعملها الاتحاد الدولي من سن 5 سنين لحد 90 سنه. كل 5 سنين مرحله عمريه معينه بيشترك فيها العائله مع بعض، الاصدقاء مع بعض، المجموعه مع بعض، بحاجه اسمها التتابع المختلط. فبكده بنقدر ان احنا نقدم حاجه تجذب الناس بالحضور، وفي نفس الوقت اللي فيه بيجي عائلات، مجموعات وعائلات. فدي فرصة لاستعراض الحوافز التي تريد إبرازها، ألا وهو واحد المكان وجماله وقدراته واللي تم فيه. اثنين عالمية الحدث مع عالمية المكان. عشان كده اختيار الاسم كان برضو الحقيقة اختيار موفق جدا جدا، العالم عالمية حقيقة اختيار موفق، وبحيي اللي اختاروه. الجزء الثاني التعاون بقى ما بين الجهات المختلفة، يعني ألاقي سياحه مثلا، شفت دكتور اشرف صبحي اكثر من حاجه مع العالمين، مع المتحده، مع التنظيم اللي انا شفته، مع التنظيم الرائع للفنانين، ووجود فنانين بس مش فنانين الرياضه، فنانين الرياضه وفنانين طبعا الفنانين الاستاذ بتوعنا الليبرتيز اللي موجودين. الحقيقه حاجه رائعه وتجذب النظر، واحد الوسائل التسويقيه الغير تقليديه، لان التقليد العادي اللي هو بتبيع وتتكلم وتحط على وسائل الاجتماع وتدي بروشورات وتبعت على وسائل التواصل اللي هي الاجتماعي وتدعي ناس علشان تشوف، ده ما يمنعش ان انت تدعي تور اوبريتورز او الناس بتوع السياحه اللي بيجوا يشوفوا او الى اخره، انما ده انت بتتكلم على حاجه بتسوق نفسها. لونشنج مكان جديد انت عملته قبل كده، بتغير في فكره، بتحطوا حاجات جديده غير تقليديه. وبعدين احنا عندنا كمان في التراكمن او الثلاثي لازم يبقى في اختبارات ميه، فلو الميه ما كانتش جميله زي اللي احنا شايفينها وفيور ولاجون، يعني منطقه مقفوله ما فيهاش امواج، الامان
والعوامل الرئيسيه اللي بتخلي اي سباق يقام او وجود اي شخصيات موجوده الحمد لله موجوده في مصر. يعني عايز اقول بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله محترمه، بحيي القائمين عليها. وعلى فكره بحيي الاعلام جدا جدا جدا، لان التغطيه كانت رائعه. يعني لو انت حتى مش في الحدث انت شايف الحدث، ما انتش شايفه على التلفزيون، بتشوفه على وسائل التواصل. حقيقي ما شفتوش على وسائل التواصل، بيجي لك سمري ملخصات صغيره، يعني بتبص تلاقي حاجات كده تجي لك على الموبايل تقول لك كده في حدث كذا. يعني معلش انا اسرقت في الموضوع، مش مديكم فرصه. لا احنا بالعكس، يعني احنا يا اولاد احنا مبسوطين جدا، لانه في الحقيقه ثلاث العاب في لعبه واحده يعني اكيد كانت سبب كبير في عمل نشاطات مختلفه لدى المتسابقين، ومتاكدين ان كانت ردود الفعل كمان ايجابيه جدا. وزي ما احنا شايفين على الشاشه دلوقتي يمكن مشاركه العديد من الدول المختلفه في الترايثلون. كل الشكر ليك طبعا سياده اللواء احمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والافريقي للترايثلون طبعا على هذه المداخله القيمه.